أنا أشوف أن الصدر هو يعني بدأ يحتكر صناعة المبادرة، ويعني حظوظ الأوفر الحقيقة، يعني هو استطاع أن يفرض مرور الحبوس في جيلسن ولا وعدم مروره هوشار زيباريو، رغم أن يعني التقاطع الذي أحدثه الصدر مع أحد أركان الحلف الثلاثي في مشروع تشكيل الأغلبية اللي هو الحزب الديمقراطي حينما رفض ترشيح السيد هوشار زيباري، هذا مؤشر يعني أدفانتج قد يستفيد منه الإطار، ولكن يبدو أن الصدر تجاوز مرحلة يعني أن يؤثر عليه الإطار، هو ذاهب يعني حتى اليوم رسالة مرشد الثورة الإيرانية السيد خامنائي له السيد صدر علق بعدها، وهذا يعطي انطباع أنه يتصرف بأريحية، وأن مرحلة المقاومة القضائية أنا أسميها التي قام بها الإطار التنسيقي والتي لم تفضي إلى أي شيء حقيقي. حلو، لكن ما قيد الإطار يعني هذه الرسالة، ما قيدت الإطار خلاص بعد ما قطعت الطريق أمامه؟ عفوا الإطار لو كان لديه خيارات لما حس استنتج بإيران وأتت هذه الرسالة، أنا لا أعتقد يعني مو يقول لك مو كلهم كانوا موافقين على أرسالها، كانوا متريثين، بس السيد المالكي هو اللي أرسلها يعني من دون، هم كانوا متفقين بالبداية على أرسالها لكن كانوا متريثين ينتظرون يعني نتائج مبادرة السيد البرزاني، لكن المالكي بدون علمهم أرسلها وسمعوا الجواب. بغض النظر يعني أن السيد المالكي تصرف من رأسه هذا اللي نسمع أو من من قلبه، ولكن العبرة بالخواتيم والنتائج يا سيدي الكريم. أنا أجد أنه هناك حالة من عدم تنظيم الحقيقة بقوة الإطار منذ نهاية الانتخابات وإلى يومنا.